موقف في الملعب، لعيبة في كل فرقة في كل تمرين بيحصل احتكاكات والأندية بتعاقب، في اللي بيعاقب وفي اللي بيطنش وفي اللي بيعاقب قوي وفي اللي ما بيعاقبش، كل فريق حسب ظروفه وحسب قناعاته حسب تقييم المسؤولين فيه. عمرنا شفنا أو عمركم شفتوا إحنا هنا خصصنا وقت للحديث عن خلاف حصل في الملعب في اوضه اللبس في الزمالك باللعيبه مع بعضيها؟ ده حتى حد اتكلم على ساسي وحازم امام وغيره وغيره، وامثله بتحصل. حتى الكابتن كهربا لما كان عنده مشكله السنه اللي فاتت في الزمالك كبيره جدا لم نتناولها مع رئيس النادي، احنا لم نتناولها. ومع هذا كهربا يختلف في الاهلي يظهر كارت الحشر. انا شايف ان العقد بدا ينفرط اداريا داخل النادي الاهلي، سواء من حيث النظام او من حيث الالتزام في فريق كره القدم. اللي حصل النهارده من خناقه بين كهربا وبين الشناوي وسيد عبد الحفيظ مدير الكوره بياكد الكلام بتاعي ده. بص بقى يا استاذ ابراهيم، ما هو لازم هي باينه واضحه، كلمه الاهلي هي اللي بتجيب المشاهده. ايوه، لو خرجت الاهلي من لازم يبقى عندك من المشهد، لازم يبقى عندك البديل اللي يسمح بهذه المشاهده. يا عندك يا ما عندكش. اذا كان عندك وما بتقدموش يبقى بتظلم المشاهد المتعصب لناديه انه يعرف معلومات ايجابيه عن ناديه. اذا ما كانش عندك هتفضل تجيب في سيره النادي الاهلي عشان برضه ترضي الناس اللي هي ايه بيهمها قوي انها تشوفك وانت بتهاجم النادي الاهلي. واحنا قلنا قبل كده هو مزاد هيبان المزاد عندك دلوقتي. صحيح. ها؟ طيب. لعيبه بتمشي من الزمالك، ولعيبه بتمشي من الاتحاد، ولعيبه بتمشي من كل الانديه، هل احنا معنيين مين ساب مين؟ لا. بس رمضان يمشي من الاهلي فيظهر كارت الحشر. ان النهارده الموهبه المهمه جدا في مصر رمضان صبحي حينما ينتقل هذا الانتقال الدرامي من النادي الاهلي او من هيدرسفيلد الانجليزي وكان على مقربه من النادي الاهلي ان هو يجدد مع النادي الاهلي او ان هو ينتقل الى النادي الاهلي ثم يذهب في اقل من سويعات ويروح لنادي بيراميدز بالطريقه دي كانت مفاجاه صارخه عند الشعب المصري. وانا بقول الشعب المصري ليه؟ لان جمهور الاهلي اتصدم وجمهور الزمالك اندهش. طيب ماشي، هو خبر مهم حقيقة، خبر مهم ما تقدرش تقول كده، لكن هذه الحفاوة في تغطية هذا الخبر المهم من قناة نادي الزمالك ان على لاعب راح نادي بيراميد من النادي الاهلي، هو ما راحش الزمالك، وكان الكلام كله في لحظة ما انه راح الزمالك. وهو لما يقول انا سبت الاهلي عشان التحدي وتحقيق مزيد من البطولات، المفروض يا اخي ما تفرحش انه راح بيراميد، المفروض تدعي انه ما جاش الزمالك. هو بالضبط بقدر ما انت متصور انه يعني قلل من ارتباطه بالاهلي، هو برضه يعني ما شافش ان انت النادي اللي هيحقق طموحاته، فهو راح نادي تالت. هو ما راحش، لو ان الزمالك اللاعب راح له مفهوم جدا هذا الاهتمام، والحقيقه تبقى صفقه وصفقه ناجحه، ويبقى هنا تتساءل هو انا ليه ما قدرتش انافس الزمالك. انما لما يكون رايح لنادي تاني لبعد محدد ما فيهوش مناقشه، لا انا ولا اي حد ولا الزمالك ولا اي حد يقدر يتنافس فيه، القدره الماليه. وانت حتى لو عندك في جيبك الفلوس دي، ما انت لازم تفكر، يعني عندك اربع خمس اولاد وفي واحد منهم عايزك تجيب له عربيه، بس لو جبت له العربيه مش هتصرف على الجامعة ولا المدرسة ولا العملية اللي محتاجها أولادك ولا البنت اللي بتتجوز عشان تتجوز. مش مسألة أنا معايا المبلغ، أه معايا، هعمل إيه في الاحتياجات التانية؟ كيف أكون عادلا وعيالي كلهم ينظروا لي بهذا المنظر العادل، ولا أميز شخص والباقي كله ما يحبوش؟ دي معادلة يا أستاذ إبراهيم محدش عايز يتنبه لها. المسألة مش مسألة بس معايا ولا ما معيش، مسألة أنا بدير فريق ما أقدرش أعمل حاجة شاذة تضطرني إن أنا أهد نظام كبير جدا. صحيح، عشان أعالج هذا الكلام.
هيبقى الاخطار اكتر بكتير من مزايا الاحتفاظ بنجم باهميه الكابتن رمضان صبحي. مهم اه مهم، نعول عليه نعول عليه. الامال كانت عند الجماهير في توقعات هاي اكسبكتيشن، والنادي الاهلي وكان في توقع حجم توقع كبير، وتخيلنا له ادوار بناء على شخصيه رسمناها له هو وكابتن شريف وكابتن احمد وكابتن كل دول. الجماهير تعلقت ليه؟ لان رسمت لهم ادوار اوريدي، اللي هيبقى بقى ده كادر من كوادر النادي الجايه، واللي هيبقى مش عارف ايه في مدير كره للمستقبل، واللي هيبقى قائد حقيقي داخل وخارج الملعب. بعد كده لقوا الثلاثه فكروا بطريقه احنا اللي زنقناه، يعني ما كانش حد منهم قال انا، لحد منهم قال لك انا الايقونه ولا القائد القادم ولا حد منهم قال كده، بس كلهم قالوا احنا بنحب الاهلي. انت رسمت الصوره الذهنيه اللي انت عايزها، وهم اختاروا مصالح. لحد هنا تزعل شويه لكن مفيش مشكله، لكن لو يطلعوا يحفلوا عليك هتتضايق. وهم لحد دلوقتي ربنا يعني حقيقه، يعني لما تشوف النموذج بتاع الكابتن احمد فتحي ما قالش كلمه تسيء للنادي الاهلي، بالعكس بيعمل دوره لاخر ثانيه. تجد ناس كتير يعني حتى حجم الزعل ابتدى يقل. واحنا مش عايزين على فكره استاذ ابراهيم، ما اعرفش هتوافقني ولا لا، ممكن ما توافقنيش، انا مش عايز الجمهور يزعل من حد بيلعب بره ويترصده خالص. خليك مع فرقتك وركز معاها وربنا هيكرمنا. سيب له كل واحد اختياراته، وربنا هيكرمنا بالظبط. سيب له كل واحد اختياراته، اما ويبقى الاهلي الاختيار الافضل. انما زي ما انت بتقول اقحام الاهلي في كل شيء، مش اقحام الاهلي ده، ما فيش حديث غير عن النادي الاهلي. طب خد اللي جايه، ها فايلر والاهلي،